أغلق طلاب مداخل جامعة سايت بو المرقو في العاصمة الفرنسية باريس في احتجاجات على الحرب في غزة، ومطالبين الجامعة بإدانة التطرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية. وردد الطلاب هتافات داعمة للفلسطينيين رافعين الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى، مطالبين الجامعة بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي. Ben oui.